علاش الطوموبيل ما بغاش تزيد ليا في السرعه؟ عييت نكسيري ما بغاش تفوت ليا 40 كيلومتر في الساعه. اذا واش كاين شي مشكل في الموتور؟ كنظن ماشي المشكل في الموتور، لا، او لا سيستيم في الطوموبيل، او لا شي بروغرام في الطوموبيل. مناش المشكل، انا عارفكم غادي يعجبكم هذا الفيديو هذا، غير ما تنساوش انكم تدعموا الفيديو، ما تنساوش خوكم. هذا الاخوان راه ماشي مشكل، هذا بروغرام فقط. غادي نديماريو الطوموبيل ان شاء الله باش نوريكم هذا السيستيم هذا. هذه نصيحة لأي واحد بغي يعطي لشي واحد معمرو ما ساق الطوموبيل، أنه يخدم هذا البروغرام هذا، لأنه مهم لأي مبتدئ، وكذلك مهم حتى المحترفين. غادي نبين لكم دابا محدد السرعة، شنو هو الدور ديال محدد السرعة؟ غنديماري الطوموبيل بحال هكا، محدد السرعة كيستعملوه الناس اللي هما مبتدئين، كيفيكسي واحد السرعة اللي ما خصهمش يفوتوها. كمثال، غادي نقلع إن شاء الله، ندير الصمتة ديالي، بحال هكا، دابا حاليا غادي نبرك على محدد السرعة، اللي كيحد لنا السرعة. هكا ليميتور، ها هي هنايا، شوفوا الا كتلاحظوا هنايا دابا راه خدام ليميتور. غادي ندير هكا، شوف واش من الرقم كنريقل بهادي، بهاد الزائد والناقص الاخوان كنفيكسي السرعه في 40 كيلومتر في الساعه، بحال كما كتشوفوا هنا عندي في الطابلو كيتسمى ليميتور، هذا هو الرمز. دابا حاليا الاخوان انا دابا حاليا راه اكسيلاتور تلقع، ولكن الطوموبيل ما غتفوتناش 40 نهائيا نهائيا. هذا هو الدور ديال محدد السرعه. بالنسبه للاخوان اللي كيحدد لنا السرعه كنعطيوها للمبتدئ، وكنجيو لهنايا، واي سياره فيها البلوس والموان ديالو، يعني الزائد والنقص. في مثلا انا بغيت في مثلا ما تفوت ليش الطوموبيل 50 كيلومتر في الساعه، كنزيد بحال هكا، ها هي راه في 50. دابا حاليا واخا نعيان كسيري الطوموبيل ما غتفوت ليش 50، ولكن حدي نهز رجلي على الاكسيلاتور الطوموبيل كتنقص من السرعه. اما بالنسبه لمثبت السرعه، يعني اللي كنستعملوه في لوتوروت، هو الريغلاتور، كنفيكسيو على واحد السرعه وما كتخليش الطوموبيل انها تنقص من السرعه او لا تطلع من السرعه. الريغلاتور هو هذا، دابا حاليا غادي نخدم الريغلاتور. الريغلاتور هو هذا اللي كيفيكسي لنا السرعه. دابا ها هو الريغلاتور راه خدام. دابا غادي نفيكسيها في مثلا في 50 كيلومتر في الساعه، ها هي كتحيد رجليك. انا دابا راه محيد رجلي، ها هي محيد رجلي على الاكسيلاتور، ولكن الطوموبيل غاديه بنفس السرعه اللي انا ريقلت ليها. هذا هو الريغلاتور، راه كاين الفرق ما بين الليميتور وكذلك اللي كيحدد لنا السرعه. دابا هذا راه ثبتنا السرعه في 50 كيلومتر في الساعه، اولا نديروه في 80 اولا في 90، ولكن غالبا كنديروه في طريق السيار. بالنسبه للاخوان فرقوا ما بين هاد الجوج، هادو كاين الريغلاتور وكاين الليميتور، يعني كاين اللي كيفيكسي لنا السرعه وكاين اللي كيحدد لنا السرعه. الا بغينا نحددوا السرعه معينه ما نفوتوهاش، خصنا نتكيو على هذا، راه كيطلع في الطابلون بحال هكا في اي سياره كما بغات تكون. وإلا بغينا نديرو الريغلاتور، يعني اللي كيفيكسي لنا السرعه، كنبركو هكا، ها لا فليش ديالو كيفاش كيكون في الطابلون ديال الطوموبيل. هذا غالبا كنديرو الريغلاتور، كنديروه في طريق السيار. هذا الاخوان هو الفرق ما بين مثبت السرعه ومحدد السرعه. ولكن كنصيحه انا مني، هو ان داك اللي كيحدد لنا السرعه هو اللي نعطيه للمبتدئين. ملي كتحدد السرعه كمثال 40 او لا 50 او لا 60، عمر داك المبتدئ واخا يعيا يكسيري ما غتزيدش في السرعه نهائيا، ولكن الا هز رجلو على الاكسيلاتور كتنقص من السرعه. هذه فرق ديال كذلك تثبيت السرعه اللي كنديروه في لوتوروت، يعني كتفيكسي واحد السرعه واخا تهز رجليك على الاكسيلاتور الطوموبيل كتبقى في نفس السرعه. تبارك الله عليكم، وبارطاجيو هذا الفيديو لان محتاجينه بزاف ديال الناس، وهادو معلومات قيمه وهادفه. تبارك الله عليكم.